نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناه ودايما منورين ومشرفين، وشكرا جدا على تشغيلكم للفيديو. لو حضرتك اول مره تشوف الفيديو او اول مره تشرفني في القناه، ما تنساش تنزل تحت وتدوس سبسكرايب وتفعلوا يا جماعه الجرس علشان يجيلكم دايما الاشعارات باحدث الفيديوهات. النهارده بقى بصوا، بصراحه كده انا اول مره هاكل سوشي، يعني كنت بقى ايه بصراحه، يعني بصراحه لقيت مطعم كده شكله شيك قوي قوي في مول مصر هنا، وده مش دعايه يا جماعه، والله لا هم دافعين لي فلوس ولا اي حاجه، وبحلف بالله العظيم. يعني انا لقيت الشكل العام بتاع المطعم، بصراحه دايما العين بتاكل قبل المعده، فلقيت المنظر بصراحه حلو قوي ومشجع، فقلت اخش واجرب السوشي، ودي هتبقى اول تجربه في اكل السوشي مع بعض. انا المفروض ان انا هنده دلوقتي ونشوف بقى في المنيو كده، وانتوا معايا بقى، يعني ربنا يسهل كده علينا، يعني بصراحه عشان اكون امين معاكم. لكن انا ليا اصحاب وقرايب كلوا سوشي وبيحبوه كمان، يعني انا بقول لهم يا جماعه انتوا بتطلعوا طبيعيين، بيقولوا لي احنا بنحبه كمان. فانا اعرف بقى بيعملوا فيه حاجات بقى كده اسمها جنزبيل ويغير طعمه وكلام، ما اعرفش انا حاجه. خلينا نبتدي. مساء الخير، ازاي صحه؟ المطعم ده اسمه مطعم ايه؟ وان 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 وان. أو بصراحة ما شاء الله الديكور بتاعه هايل، وانتوا ما شاء الله يعني استف هايل. انا اول مرة هاكل سوشي. مرحبا. اوكي، ف يا ريت بعد اذن حضرتك كده، هو المفروض السوشي ده انا عارف انه قطع، يعني ما بيبقاش عبارة عن رز وملوخية وكده، او عبارة عن قطع قطع مدورة كده، بتبقى في الرول وفي في كذا حاجة، بتبقى محشية. بتبقى حاجات محشية. بصوا يا جماعة، انا ماسك المنيو هنا. ايه ده؟ دي شوربة؟ لا بلاش. هنا الابيتايزر والستارتر والدهون. انتوا عندكم ستيك يعني؟ ستيك. لا خلينا في السوشي. هو ما شاء الله الاكل بتاعكم، المنيو بتاعكم شكله يجنن بصراحه، يعني باين احترافيه عاليه قوي. ده بقى السوشي؟ ده بقى السوشي ده النيجي. طب بص انا هقول لك على حاجه، اصل انا هبقى، بصوا يا جماعه كده بعد اذنك، بس انا هبقى بفتي، انا ما اعرفش حاجه، يعني انا مش عارف، هاخد عمياني، فانا هساله. بص انا اول مره اكل، يعني هاكل، فتنصحني انا او اي حد تاني عايز ياكل سوشي ياكل ايه؟ يعني انا ما اعرفش، لو ممكن حضرتك تيجي بس كده جنبي بس كده وتقول لي هو ايه اللي المفروض يتاكل في السوشي، يعني انا ما اعرفش. هو كل السوشي على حسب انت بتحب السلمون ولا التونه. اكيد بحب الاوميجا، في حد ما يحبش الاوميجا اللي في السلمون؟ تمام. والتونه بحبها اكيد، والانشوجه لو في حاجه انشوجه. مفيش. طيب تمام. ده هو بيبقى بقى بالقطعه يعني ولا بالمجموعه؟ انا عارف ان هو طبعا، انا عارف بس بهزر معاك. في قطعه وفي حاجات في المجموعه، في زي الرول كده، في 4 و8. 4 و8. 4 قطع و8 قطع. النجيلي في بالبيس القطعة. تمام. ده بالقطعة. ده بالقطعة، والبيس النجيلي بالقطعة، والجنتان بالقطعة. طب أنت تنصحني آكل كم قطعة؟ اللي هو هيشبعني يعني، عشان أنا أقوم شبعان، وأنا لازم أقوم، واخد بالك إزاي؟ اللي هو حاسس إن أنا واكل، مش اللي هو جاي أشم ريحة السوشي. لا. لا أنا مش جاي أشم ريحته. بعد إذنك، طب هاكل يعني آكل كم قطعة؟ 4 8 10. أكثر شوية. أكثر شوية كمان؟ خليها. طب أقول لك على حاجة، إيه رأيك آخد 10 ولو جعت تاني آخد طبق كمالة؟ تمام كده؟ حلو كده؟ زيك طبق كمالة. طبق كمالة، واخد بالك إزاي؟ طبعا يا جماعة ما تنسوش إن أنا قبل كده عملت، دخلت في مطعم عراقي وجربت تجربة الأكل العراقي. وأنت لو كتبت في جوجل، بس في جوجل، أكل عراقي في مصر أو أحلى أكل عراقي، هتلاقي الفيديو بتاعي الحمد لله هو رقم واحد، وإن شاء الله السوشي ده هيكون هو رقم واحد في مصر. طيب اقترح عليا. بتحب الرول؟ رول. ما هو كله رول. في بقى في سوشي مقلي. في حاجة مقلية بتبقى. أنهي بقى؟ الجمبري الأمبورة. اللي هو أنهي واحد فيهم؟ زي ده. زي ده. وبيكون عليه ترياك. ده ايد. ده حلو ده شكله. ده جمبري. شريم. لا ده ايد.
طيب وده جمبري، ده جمبري طنبوره، وفي الجمبري اللي هو عادي كده السيمي، يكون السيمي شويه، السيمي شويه، السيمي يعني انت بتحسسني بعادل امام في المسرحيه بتاعتي السيمي، واخد بالك ازاي؟ خلاص شوف اللي انت حابه، ممكن ناخد ده شكله لطيف تمام، ده البيك اوك ده حلو ده، بيكون في جمبري وخيار وافوكادو وسموك سلمون من بره، ده رائع، ممكن اخد من ده اربعه تمام، وممكن اخد من حاجه تانية يكون تيست مختلف بقى، يعني ممكن ده ايه ده، ده شكله زي البيف، ده تونه، ده تونه، ده سبايسي تونه، ده سبايسي تونه، وده الشريم وخيار وافوكادو ومن بره سموك سلمون. اوكي خلاص ممكن اخد اربعه من ده، ده هيبقى لطيف. في نوع تاني كان مقلي بقلي غير ده، ايه ده، ده حلو قوي، ده الفرايد ده شكله حلو، ممكن اخد ايه بقى من الفرايد ده، حاجه خلاص حلو. خلاص اخد برضو اربعه وستة، ده بيجي بستة قطع، ده بيجي ستة خلاص، يبقى اجرب ده الست قطع واجرب ده الاربع قطع، وممكن عشان خاطر اجمل واحسن مشتركين في الدنيا ومتابعين هنجرب برضو مع بعض ايه اللي هو الدين. انا ما اعرفش دي ايه، دي سمسميه دي اللي عليه دي ولا ايه؟ ده سمسم، ده سمسم، ده فعلا وصوص ترياكي. طب ممكن اخد منه قطعه؟ ممكن ماشي، واخد من ده قطعه واخد من ده قطعه، جميل. يبقى احنا كده واخدين 12 قطعه، ده ستين تمام كده. دي بقى يا استاذ احمد، دي اللي بمسك بيها كده، دي الحته دي، البلاستيك دي، لكن دي ما فيهاش، يعني دي يا جماعه دي بقى اللي انا بقى، طب دي انا همد يعني دي لما اجي هقعد اعملها كده ده مستحيل، انت عاوزني اكسرها واقعد هو انا هقعد اتعلم الاملة ولا هقعد اكل؟ لا خلينا في الايزي احسن تمام، خليني نغوت، وايه هو فاضل كتير على الاكل ولا قرب؟ خلاص اوكي منتظر، خليني بدي احلى القط بيها كده بس كده، ده الصويا صوص، ده بيتحط على الاكل بيدي مذاق اكتر، زيه زي الستيك كده برضه، زي ما بنحط عليه صويا صوص، او حاجات نيه، ده بينظف المعده من الحاجات النيه دي، حلو قوي عشان ما يبقاش اي مشكله، طعم حلو، بيدي طعم حلو لله، حلو قوي، يبقى انا لازم لما اجي يا جماعه ناكل نحط ايوه ناكل السوشي لازم نحط الصويا صوص، علشان اول حاجه المفترض ان هو يعني بيبقى عامل زي مطهر لو في اي حاجه، لان بعض الاكل بيكون ني، ولكن الاكل صحي عشان بس نبقى واضحين، والحاجه الثانيه انه بيدي تست معاه ممتاز. اتفضل ده بقى اجيبه كده اهو عشان ايه ادخل في الطبق على طول. هو بصراحه المنظر حلو قوي، يعني بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين الكادر، المنظر يجنن. الليمون رول ده بقى الليمون، الليمون رول هو تمام فعلا. تمام بينك اوب، لا استنى ما تاخدنيش كده معلش، ده الليمون، الليمون رول وده البينك اوك، البينك اوك اوكي، هو اسمه بينك اوك، هل في مطاعم السوشي الثانيه برضو اسمه ستاندر بتاعه بينك اوك؟ لا انتوا عشان اوكا وان، وده اللي هو بالشريم وبالسمسم، الايل اللي بالايل، بتاع عادل امام، ايوه بالظبط تمام، وده التونه، ودي يا جماعه التجربه اللي انا هجرب فيها الاول مره السوشي، نقول كده هو لازم كده صح كده، نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، طب بصوا ادوني بس ايه لو يعني واحدة كمان، حلو قوي، ده حلو قوي قوي، تسلم ايديكم بجد، من احسن المطاعم اللي بنعمل سوشي في مصر، هو الواضح من النظافه والواضح من التعامل
بيبقى باين في حاجات كده، حتى انا قلتها للناس، بيبقى باين الاكل جوه في المطعم بيبقى عامل ازاي. يعني اي يعني دايما سواء بقى كلاينت كاستمر زبون ايا كان اسمه بيقدر، بالذات اللي هو ليه خبره في المطاعم بياكل كتير في مطاعم، بيقدر ان هو يقيم الموضوع ده. بقى يا جماعه ده بقى اللي هو البينك هوك. بص هو طعمه يعني هقول لك على حاجه، انت زي ما يكون بتاكل ايه جمبري ومعاه رز ومعاه حاجات، هي خلطه حلوه، هي غريبه بالنسبه لي بصراحه. يعني الطعم ده ودي واضح ان هي نيه شويه، ده نيه شويه صح، ده يعتبر نيه مش ده مستوي، ده مستوي وده برده مستوي طبعا، ده فرايد وده كله، ده كله مستوي. دي مستويه ودي لا، ودي دي الوحيده اللي مش مستويه. ايوه انا كنت هحط عليها على طول، بس ايه اوكي المفروض ان احنا بقى بنغطسها كده كده اهو ونشوف. على فكره يا جماعه بجد الصويا صوص بتدي اختلاف في التست حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. ده بقى اللي انا بعرفه بقى، ده الجنزبيل اللي اسمه جينجر. ده بقى بناكله علشان بيعمل فرق في التست، بيغير طعم التست. زي ما بيكون مثلا ايه حضرتك ماسك كده بيرفيوم وعايز تشم بيرفيوم تاني فبتشم بن، ده نفس الشيء. ده بقى الوسابي اللي هو حراق قوي، حراق قوي زياده، هو عباره عن فجل ياباني. فجل ياباني اسمه وسابي. حراق فوق الطعم والله بجد، ده مش تمثيل، ده ايه ده؟ حاجة قوي قوي. ده فعلا انا كويس ان انا عملت كده. يعني ده لو واحد مثلا غشيم و حصل قبل كده ان عمل عملها، حصل له ايه؟ قعد طبعا يتنطط. واضح ان القطع اللي لوحدها سبيشال قوي، فبتبقى بالواحدة. التانيين حلوين بس مش حلوين زي دي بقى الوحيدة اللي نية. بص انا هقول لكم على حاجه بمنتهى الصراحه، انا اول مره اندم ان انا ما اكلتش سوشي من زمان. كنت بعدي كده على المطاعم السوشي وما بجربش منها. حاجه تحفه بجد والله بجد يا جماعه، طعمه حلو قوي، بالذات السبايسي ده خلوا بالكم منه، اللي هو الاخضر ده اللي هو اللي اسمه وسامي. وسابي هو فجل ياباني. اول ومش اخر مره نجرب فيها السوشي، بجد تجربه حلوه بجد فعلا جدا جدا. عشان ما اطولش عليكم، ضاعي في السوشي، فاللي عملوا السوشي بجد الشيف احمد والشيف علاء، بجد تسلم ايديكم، بجد تسلم ايديكم. انا فعلا يعني انا عارف ان حضراتكم بجد تسلم ايديكم، ودي مش اخر مره اجي فيها هنا المطعم. بجد شكرا. كمل انا بقى بقيه الطبق. المهم ان انا حبيت استعرض معاكم لاول مره اكل السوشي، فعلا اكل حلو جدا جدا. شكرا جدا على مشاهده حضراتكم الفيديو، وبشكر فعلا اداره المطعم هنا يا جماعه، وبشكر الناس الاستاف الجميل اللي هو بيقدم خدمه حلوه جدا. ما تنسوش يا جماعه تدوسوا لايك، عشان لو الفيديو ده وتجربه الفيديو دي عملت نجاح كبير، هقدم لحضراتكم تجربة فيديوهات تانية عن أكلات تانية. لأن الجميل في الأكل ده إن إحنا يا جماعة الأكل هو عبارة عن بيعكس ثقافة، بيعكس مجتمع كامل في الأكل ده. المجتمع الياباني بتلاقيه في الأكل ده، المجتمع المصري في الكباب وفي الكفتة وفي الكشري وهكذا وهكذا. شكرا جدا مرة تانية لحضراتكم، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.